طيب أقل أوجد قيم الجهود المفقودة في الدائرة بتاعتنا الموضحة دي. عندنا مصدر الجهد بتاعنا هو عبارة عن 16 فولت، تمام. عايزين قيمة الجهد V1 وقيمة الجهد V2. طيب بنفس الفكرة، طالما الجهد هو عبارة عن 6 فولت، معناه الجهد ده جهد المقاومتين دي مع بعض عبارة عن 6 فولت، معناه ال V1 بتساوي 16 ناقص 6 فولت اللي هو الجهد الكبير ناقص الصغير، هيدينا 10 فولت. طيب الجهد 6 فولت مطبق على مقاومتين 2 اوم 2 اوم على التوالي، معناه ممكن اقسم ال 6 فولت عليهم الاثنين، بما ان قيمة المقاومة متساوية معناه الجهد هيتقسم بيناتهم بالتساوي، اذا ال V2 قيمته هتبقى 6 فولت على مقاومتين، هيدينا 3 فولت، تمام. 3 فولت ده عبارة عن قيمة الجهد V2. طيب مثال اخر بالنسبة لنا، قال اوجد قيمة المقاومة المجهولة R، قيمة المقاومة المجهولة R، تمام. طيب انت عندك اصلا المية فولت ده، المية فولت ده هو عبارة عن جهد شنو؟ المية فولت ده هو عبارة عن الجهد بتاع المية فولت ده هو عبارة عن جهد شنو؟ جهد المقاومتين على التوالي ديل، وجهد المقاومتين على التوالي ديل هو بيساوي لك 6 زائد R مضروبة في 140 على 6 زائد R زائد 3، تمام. طيب من هنا بتخلي الار موضع القانون، هتلقى ان الار 1.5 اوم، لانه 100 فولت ده هي عبارة عن جهد المقاومتين التوالي ديل مع بعض، وجهد المقاومتين ديل مع بعض لو اشتغلنا بقانون تقسيم الجهود هتبقى قيمة الجهد كل 140 في قيمة المقاومة بتاعتهم هي 6 زائد ار مقسومة على قيم مجموع المقاومات 3 زائد 6 زائد ار، وهتلقى جاتك 1.5 اوم. مثال آخر، قال أوجد المقاومة المجهولة والجهود المفقودة حتى يكون، طيب قال أوجد قيمة المقاومة المفقودة R3 وقيمة الجهود المفقودة بالنسبة لك. طيب أول حاجة، تمام، أول حاجة عندنا الأربعة على عشرة، الأربعة على عشرة ده بديك التيار، تمام. الأربعة على عشرة ده قيمة التيار ده هو نفسه هيديك قيمة التيار I، هو نفس التيار المار في الدائرة كلها، معناه تيار المقاومة دي برضو 4 على 10، الأربعة على عشرة بيساوي لك ال V2 على 20، هو نفس التيار حيطلع من هنا، معناه ال V2 بتجيك 8 فولت بالحل. طيب ال V3 قلنا بيساوي قيمة الجهد كله ناقص جهود الدائرة، 40 ناقص 4 ناقص 8 هو ده بيدينا 28 فولت. نفس التيار هو بيساوي 4 على 10 بيساوي 28 فولت على R3، من هنا احل ال R3 بلقى جاتنا 70 اوم، 70 اوم، تمام. هو بمفهوم بسيط جدا يعني. طيب قال اوجد الاتي للدائرة التالية، قال للدائرة الموضحة دي دارين جهود النقاط VA VB VC VD و VE، دارين نوجد قيمة الجهد VAB و VB و V و في بي سي بي و الفي دي سي، الفي دي سي، تمام. ده نوجد الجهود دي. اخيرا ده نوجد قيمة الجهد في اي سي وقيمة الجهد في دي دي بي، تمام، دي بي. طيب نمسك واحدة واحدة. طيب اول حاجة نحسب التيار الكل بتاع الدائرة، عندنا مصدر ده 20 ناقص 47 او 47 ناقص 20 نخليها الكبير ناقص الصغير، هي 47 ناقص 20 على مجموع المقاومات هيدينا 3 ملي امبير، هو اتجاه التيار هيكون وين؟ هيكون في الاتجاه ده، لانه ده اتجاه المصدر الكبير بتاعنا، والتيار ده في اتجاه المصدر الكبير. طيب ال VA طالما الجهد A ده موصل مع الطرف الموجب بتاع المصدر 20 وموصل مع الارض، معناه ال VA طوالي ب 20، تمام. طيب ال VB حقتك، ال VB حقتك بيساوي لك جهد المقاومة A، تمام، زائد جهد الاثنين كيلو اوم حقتك، تمام. فجهد المقاومة ايه 20، وجهد الاثنين كيلو اوم، 2 كيلو اوم في 3 ملي امبير بستة فولت، 20 زائد 6 ب26 فولت. جهد النقطة سي حيساوي جهد النقطة بي زائد 3 كيلو اوم، هتبقى جهد النقطة بي جاتنا بكم؟ جهد النقطة بي جاتنا ب26 زائد 9 اللي هو 35 فولت. جهد النقطة دي طالما الطرف دي ده، تمام، جهد الجهد بتاع النقطة دي بتاعتك، تمام، هتلاحظ انه الدي حقك هتبقى عبارة عن شنو؟ هتبقى عبارة عن 35، مفترض تكون 35 زائد 47،
لكن لأنه المصدر ده مخالف في اتجاه معاكس، يعني الجهد بتاع السي كده، والجهد بتاع السبعة وأربعين ده معاكس، فخمسة وتلاتين ناقص سبعة وأربعين دي سالب اتناشر فولت، والفي اي ده لأنه موصل مع الأرض طوال، أي جهد مع الأرض معناه قيمته بصفر فولت، قيمته بصفر فولت. طيب بعد ده قال لي دار قيمة الجهد في اي بي، لما يقول لك قيمة الجهد في اي بي معناها يقصد به انه جهد النقطة A، تمام، جهد النقطة A ناقص جهد النقطة B، تمام. فجهد النقطة A هو عبارة عن 20، وجهد النقطة B هو 26، 20 ناقص 26 بسالب 6 فولت. في دي سي معناها جهد النقطة دي اللي هو سالب 12 ناقص جهد سي سالب 35، 35 معناها سالب 47 فولت. في سي بي معناها في سي ناقص في بي، الفي سي بتاعتك 35 ناقص الفي بي 26 بدينا 9 فولت. قال لي اوجد قيمة الجهد في اي سي، في اي سي معناها في اي ناقص في سي، الفي اي 26 والفي سي 35 اللي هي دي سالب 15 فولت، تمام، اللي هو ده في اي شنو، في اي في اي شنو، في اي سي اللي هو ده عبارة عن اللي هو ده 15. طيب ال في دي بي معناه في دي ناقص في بي، ال في دي سالب 12 ناقص ال في بي سالب 26، سالب 12 ناقص 26 بسالب 38 فولت. طيب قال لي الدائرة الموضحة دي اوجد كل القيم المطلوبة عندناها، عايزين ال في اي في بي في سي في دي في اي بي في سي بي في سي دي في اي دي و في سي اي. ايضا بجيب التيار الكلي، المصدر ده 44 فولت ناقص 20 فولت اللي هو بدينا 22 على مجموع المقاومات 2 زائد 4 زائد 6 بدينا 2 ملي امبير، واتجاه التيار حيكون في اتجاه المصدر الكبير ده، تمام. طيب معناه جهد المقاومة 2 كيلو اوم، هضرب التيار على التيار الجانبي في 2 كيلو اوم، وجهد المقاومة 4 كيلو أوم، التيار في 4، وقيمة الجهد 6 كيلو أوم اللي هو قيمة التيار في 6. ال VA، ال VA هو نفسه قيمة الجهد 44 فولت، قيمة الجهد B، تمام. طبعا في الحالة دي التيار ماشي كده، معناها اتجاه الجهد عكسه، معناها تبقى VA ناقص ال V 2 كيلو أوم، ال VA 44 ناقص ال V 2 كيلو أوم ب 4 ده هيدينا 40 فولت، تمام. ال في سي بتاعنا هيتبقى في بي ناقص جهد الأربعة، ال في بي حقتنا بكم؟ بأربعة، ال في بي حقتنا اللي هي دي بأربعين، أربعين لما نطرح منها اللي هو التمانية هيديها 32 فولت. ال في سي حقتك، ال في سي، ال في دي حقتك بتساوي لك موجب العشرين ده أصلا لأنه موصل معاه طوال دايرة. طيب ال في اي بي معناها في اي ناقص في بي، ال في اي 44 والفي بي 40 معناها 4 فولت. الفي سي بي معناها في سي اللي هو 32 ناقص 40 بسالب 8 فولت. الفي سي دي معناها في سي ناقص في دي اللي هو الفي سي 8، الفي سي 32 ناقص 20 ب 12 فولت. الفي اي دي معناها في اي ناقص في دي 44 ناقص 20 ب 24 فولت. الفي سي اي بتساوي في سي ناقص في اي اللي هو 32 ناقص 44 بسالب 12 فولت. طيب قال لي هنا في اللي هو الشكل بتاع الدائرة الموضح ده، قال اوجد قيم التيارات المفقودة I1 I2 I3 و I4 اذا كان تيار كل 18 ملي امبير. طالما التيار ده 18 ملي امبير، تمام، ده تيار كلي، والI4 ده هو ايضا تيار كلي، اذا الI4 ب 18 ملي امبير دي على طول ما فيها مشكلة. طيب أنا دار قيمة التيار I1، قلت التيار I1 بيساوي قيمة تيار المصدر 18 ملي أمبير مضروبة في توازي الثلاثة مقاومات اللي هو توازي 2.2 كيلو و 1.2 كيلو و 0.2 كيلو، تمام. المقاومة المكافأة بتاعته 159.03، معناها دي هتبقى في المقاومة المكافأة 159.03 مقسومة على نفس قيمة المقاومة المراد إيجاد فيها التيار بتاعنا، تمام، اللي هو RT على RX في I، معناه I1 بتساوي RT 159.03 على R1 2.2 في 18 ب 1.3 ملي أمبير، تمام.
الاي 2 برضه هتبقى البسط ساعد من 59.3 في 18، لكن هقسمها على 1.2 بدنا 2.39. الاي 3 من 59.03 على 0.2 في 18 14.31، والاي 4 هو القيم اللي احنا دايرينها. طيب قال اوجد القيم المفقودة في الدائرة، قيمة التيار اي 1 وقيمة التيار اي 2 وقيمة التيار اي اس تمام وقيمة الجهد في 1 وقيمة الجهد في 2. طالما التيار طالما هنا ال V1 طبعا هيساوي 0 فولت لأنه تم قصره بالسلك ده، السلك ده لما يكون موصل توازي مع مقاوم بيكسر المقاومة، معناه ال V1 بصفر فولت تمام. طيب التيار I2 بتاعك، التيار I2 بتاعك هيكون 0 أمبير لأنه الدائرة مفتوحة، من هنا ما في تيار مشي في دائرة مفتوحة، معناه ال I2 بصفر، يعني زي المقاومات دي كأنه ما فيش، معناه ال V2 طوال هيساوي جهد المصدر 20 فولت، زي باعتبار ان الجزء اليمين ده كله ما في داعي له. هنا معناه عندك الدائرة الكلية هتبقى عندك 20 فولت توالي مع الاربعة، معناه الـ IS 20 على الاربعة بخمسة امبير. طيب الـ I1 حقتك، الـ I1 حقتك هيكون هو نفسه الـ IS المار في الدائرة بعد ما نقصر دي، هيساوي برضه شنو 5 امبير بتاعتك تمام. طيب مثال آخر قال أوجد قيمة الكميات المجهولة في الدائرة دي، عندنا التيار 5 أمبير 16 فولت 16 فولت 5 أمبير، وهنا عندنا قيمة التيار I وقيمة المقاومة R. طيب أنا عندي التيار المار في المقاومة 8 بيساوي 16 على 8 ب 2 أمبير، معناه التيار ده بيساوي حاصل جمع التيارين ديل تمام، لأن التيار ده أصلا تمام التيار ده هيكون شنو، هيكون طبعا ده هنا اتجاه التيار، بعد هذا التيار شنو ده اتجاه التيار هنا. طيب فالتيار ده 5 امبير نقصت منه 2 امبير دخلت هنا، معناها فضل منه 3 امبير، 5 ناقص 2 ب 3 امبير تمام. طيب ال 3 امبير تمام ده هنا جاي 3 امبير تمام، وهنا في تيار تاني جاي 5 امبير في الاتجاه ده، معناه زي كأنه المقاومة دي كلها حيصل لها التيار كله بتاع التلاجة اللي هو عبارة عن 8 أمبير. فطالما هي 8 أمبير التيار هنا وقيمة الجهد الموصل معاه توالي 16، ف16 على 8 ب 2 أوم قيمة المقاومة المطلوبة تمام. قيمة المقاومة شنو؟ قيمة المقاومة المطلوبة تمام. طيب عندنا مسائل الناس ممكن تشوفها، قال أوجد قيم التيارات IX IY و IZ في الدائرة، 5 أمبير 20 أوم 5 أوم 20 أوم 5 أوم. قال أوجد قيم المقاومات المفقودة اللي هي RACC و R موتور 2.25 ملي أوم 12.6 فولت، دي بطارية 100 ملي أمبير و 210 أمبير. طيب قال أوجد قيمة الجهد VX والتيار IX في الدائرة دي تمام. هنا عندنا قال أوجد قيمة الجهد VS في المسألة دي تمام. بكده نكون انتهينا من قانون تقسيم الجهد والتيار. شكرا جزيلا.